بغداد آباء دومينيكان فتحنا فشيء اسمه أكاديمية العلوم الإنسانية. وندرس ندخل إلى أربع علوم إنسانية: علم النفس، علم الاجتماع، علم الأديان، وأنثروبولوجيا. والأنثروبولوجيا علي لأن عندي شهادة بالأنثروبولوجيا، فأنا قد أدرس هذا. الجواب على هذا السؤال قد أدرس بالضبط أزمة الداروينية. وهسه طلابي في بغداد أخذت إجازة منهم، واحد أخذ مكاني 4 أسابيع على ما أرجع لهم. كل أربعاء عندي درس على هاي المادة. فعلا الأزمة طولت 200 سنة من داروين إجا 1859 طرح الأسئلة بأن الكون هو صدفة وما يحتاج إلى الله، ما يحتاج إلى خالق. وانتشر هذا الإلحاد أولا بين العلماء ونزل إلى الشعب. هذه المشاكل جت قبل بالقرن 18، سمونه عصر التنوير، عصر العقل والنشر والكتابة. بس هذا ما يعني بأن هاي المسارات الإلحادية الطويلة والعريضة والعلمية كانت هي مقررة. لأنه من شخص يقول ماكو الله والطبيعة هي صدفة والعالم هو هالشكل، حيا الله يعني، زين، يبقى الإنسان جوعان إلى جواب. زين، وقبل أشكو يقولون بيج بانج 14 مليار سنة، وقبل أشكو هذول ما كي يفتهمون في النقطة أنه حتى الطفل الصغير أبو 3 سنين من يشوف في الآلة أو في الحاجة يقول هاي ليش؟ ها؟ فور وات؟ لأن يعرف الطفل أنه صنع هذا القلم للكتابة. مشكلة العلوم التطبيقية اللي عازتها من الفلسفة والفكر الديني، الفكر الديني والفلسفة ما يتناقض ويا العلم، بس يمشي مثل السكة على مستوى آخر. العلم يجاوب على سؤال كيف؟ كيف نجار صنع هاي القنبة؟ راح يجاوبني الخشب هو فلان نوعية، البسامير فلان نوعية. نقدر ناخذ هاي القنبة نفلشها، ناخذ القالب عليها ونسوي قنبات مثلها. وهسه بالمختبرات يحاولون العلماء يسوون تجارب على الخلية الأولى الأحادية اللي بدت بالكون قبل 4 مليار سنة. قدروا يسوون خلية بالمختبرات. هذه مثل ما أخذ القنبة أفلشها وأصنع مثلها، بس القنبة كانت موجودة وأكو فد واحد قبل يفكر بيها. المشكلة مال هذا القلم أو هذه القنبة ليش سووها؟ سووها حتى يقعدون بالكنيسة ويصلون. هاي النجار ما يعرفها، يمكن يكون أحسن نجار بس ما كان شاف كنيسة، بس قالوا له سوي قنبة. العلم الكون كله بينه أشياء عجيبة، بينه أشياء غريبة. داروين اكتشف بأنه جماجمنا وهيكل عظمي مالنا يشبه القرود. بس ما كان يقدر يجاوب ليش القرد صار إنسان وبعض الناس بقيوا قرود. بعض الحيوانات بقيت قرود، ليش ما صاروا بشر؟ زين ليش صرنا بشر؟ هاي داروين ما يقدر يجاوب عليها. إذا سؤالين اكو. السؤال الأول هو كيف العلوم تجاوب علينا؟ لماذا العلوم ما تقدر تجاوب علينا؟ لأنه الصنع هذا القلم جد لو يجي ما يقدر يعرف ايش راح اكتب بينه. اللي راح اكتبه موجود بالحبر ماله، بس ما يعرفونه، ما حد يعرفه. ليش؟ لأنه المكتوب اللي راح ينكتب هو بالمستقبل. الديانة هي محاولة للجواب على المستقبل، وهذا شيء صعب. وهذا الإيمان صعب لأنه هو محاولة للجواب على ايش راح يصير بالمستقبل. السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول، ما حد كان قالها، بس واحد يسوع. معناته أقدر أشوف المستقبل من خلال يسوع. بس داروين يقول لي اوكي كنا نشبه القرود قبل وتغيرت جمجمتنا، بس ما راح يقول لي ليش تغيرت جمجمتنا؟ ليش صرنا بشر؟ ليش ليش ليش؟ اوكي، الكتاب المقدس يقول الله خلق الانسان من طين، اوكي هاي صور. بس الجواب اللي انا موجود في جسمي اكبر من حتى الصور. فهذا اختصرت لكم ب5 دقائق شيء انطينه خلال سنه كامله ككورس عن الجواب اللي موجود بهالمجالين.
الإيمان والعقل. إحنا بحاجة إليه، ولهذا من يصير أزمات. معناته هذول الناس اللي ما يفكرون بصورة متكاملة، مثل هذا اللي يحط، تذكرون العرباين مال جورجيا، هاي هذول يحطون هالشكل ويمشي حتى لا ينتهي. كثير ناس يحطون لهم مانع ذكاء. العلم مصيبة إذا كان مانع ذكاء. إذا الطبيب بس يقرأ طب مانع ذكاء، إذا المهندس بس يقرأ هندسة مانع ذكاء. الطبيب لازم شوية يعرف علم النفس وإلا راح يقتل. المهندس لازم يعرف هذا الفراغ ليش هو. المهندس إذا ما كان بنى كنيسة، عندنا فد مهندس عالم فرنسي اسمه لي كوربوزييه، بنى فد كنيسة في فرنسا كارثية، ما كان مؤمن بس خلق فراغ. صحيح هي من الناحية الهندسية روعة، بس من الناحية الإيمانية ما بيها، تحس بأنه هذا الإنسان ما كان يؤمن. ولهذا بيها طابع بشري بس ما بيها طابع إلهي. بينما يجي فد مهندس أقل منه بس ممكن يسوي كنيسة نقدر نصلي بيها، لأن هو يعرف إيش نريد، يحط بيها هاي البهارات الطيبة اللي تخلي الدورم طيب. هذا هو الفرق. زين، هل قاد الإلحاد، هذا نفس الشخص ونفس الخط، ما يخالف، هل قاد الإلحاد، لقد قاد الإلحاد هؤلاء المؤمنين من مشكلة الإيمان إلى مشكلة أكبر وهي عدم الإيمان وصراعات نفسية. كيف يستطيع المؤمن مواجهة هذا الصراع؟ ما يقدر يواجه هذا الصراع بتغيير الوسائل. يعني لازم نعرف بأنه بالإيمان أكو رموز. أكبر رمز بالإيمان هو الأكل، ولهذا يسوع حول ديانتنا إلى كلام وطعام، يحكي ويطعم، والقداس نحكي وناكل. هالأيام راح نعيش قداديس سوا، راح نشرح أشياء وراح ناكل خبز، بس ما راح ناكل من أجل الشبع، البرشانة صغيري ما تشبع، بس راح ناكل من أجل الرمز اللي قاعدين يعبروا إلنا. إحنا وسائلنا البشرية ما يصير تستغني عنا. يعني المريض النفسي ما يشفى إلا إذا أخذ علاجات نفسية. الإيمان ما يعوض عن العلاجات النفسية، بس الإيمان ينطي شيء له. قراءة أخرى، الإيمان غريب ما بينه فائدة كثير، وهو أهم كل شيء. كل شيء بالإيمان يبين خفيف ورخيص. برشانة وزنها أقل من نصف غرام، وهي بالنسبة لنا الله والدنيا كلها. هذا هو سر التجسد. سر التجسد بأنه أكو أسباب، أكو موت، أكو حذر. المؤمن أيضا واقعي، رجلينه بالقاع. ما يصير المؤمن ما تكون رجلينه بالقاع، ما يكون مطفي، ما يكون غشيم. المؤمن ما غشيم، المؤمن يعرف الشر. يسوع كان يعرف الشر، ولهذا المؤمن بنفس الوقت واعي 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 إلى أبعد حد، وبنفس الوقت يعرف أكو فرد شيء وراء البردة، وراء الحائط أكو فرد شيء. الملحد يصطدم بالحائط، بس المؤمن يعرف وراء الحائط أكو فرد شيء. هذا هو الفرق بين المؤمن والإلحاد اللي قام بالقرون الثلاثة الأخيرة بسبب نوع من الإعجاب بالعقل والعلم. بس اليوم لا العقل ولا العلم ما يفيدون. راح أحكي لكم يمكن بالمحاضرة الثالثة عن الشيء اللي يصير في عالمنا، هذا السبليت، هذا الانقسام الكبير اللي يصير بين الغرب والشرق. لا الغرب بعلوم وقدر أن يقنع شعوبنا الشرقية والآسيوية، خاصة الصين والهند والبلاد الإسلامية، ما قدر يقنع بأن العلم عنده جواب. وهذول مشلبين أيضا بطريقة تدين، هم مدى تحل مشاكل الأكل والشرب والصحة والتربية والشوارع والأش اسمها. يعني إحنا بحاجة يوميا أن نعتني بشوارعنا. لا، يوميا عندنا عطلة، يوميا عندنا إجازة، يوميا عندنا مناسبة. ليش؟ هذا
سوء التفاهم الموجود بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية، بحيث أنتم تصطدمون هوني بأنه داخل نيوزيلندا المجتمع النيوزيلندي الناس تخجل تحكي عن إيمانها. عيب بالوظيفة ما يصير تسأل شخص لا ايش قد راتبه ولا شنو إيمانه، يقول لك هاي قضية شخصية ما تتدخل أنت. ولما خاصة يكشف لكم بأن هو ما يؤمن تتعجبون وتدوخون، بس يقول لك أنا ما أؤمن بس قوانيني أحسن من قوانين بلدك اللي جيت منه، تصرفاتي أحسن من تصرفاتك هوني، أنا ما أكذب، أنا مستقيم، أنا ما أضحك على أحد، إيش أسوي بإيمانك إذا أنت رغم إيمانك أنت أسوأ مني وأنا رغم إلحادي أحسن منك؟ هذا شو تجاوبه؟ تسكت وتستحي، مو تجاهه فقط، تجاه إيمانه، هل هو على حق؟ أبداً هو ما على حق، بس ما يصير أنا أستعين بإيماني كعكازة. لا، يسوع ما يقول لهذا المخلع يقول له خذ عكازتك ومشي عليه، لا، شيل سريرك ومشي. السرير هو هذه القضايا الطبيعية اللي احنا نعيشها. يعني لازم يكون عندنا أحسن الوسائل، أحسن الأشياء الضرورية. ضروريات الحياة، يعني إذا كنت أنا مؤمن وطبيب، لازم أدرس حتى أكون خوش طبيب. إيماني ما راح يعوض عن التشخيص وشفاء الناس. إذا كنت مهندس ومؤمن، إيماني ما راح يعوضني جهلي، ما راح ينجحني بالدور الأول. لا، إذا أخذت الهندسة خلي أكون خوش مهندس، وإيماني خلي يبقى على حدة حاليا إلي هو. هذا الفصل بين الإيمان والعالم والحياة يسوع يطلب. يعني بكل شيء لازم نكون واقعيين، ولهذا راح نحكي غدا عن سر التجسد. الله واقعي، صار إنسان، والجسد أخذ أهمية، والدينونة راح تصير على جسد أخوتنا. كنت جائعا وعطشانا ومريضا ومحبوسا.